تحتاج قريتك إلى قائد. عد أيها الزعيم. الشعار اللي هسه سمعتوه كفيل بإيقاظ روح الكابتن إيروين سميث في داخلكم وتحريضكم على فتح كلاش أوف كلانس مهما كانت فترة غيابكم عن اللعبة. كلاش أوف كلانس يا جماعة إلها ذكريات، يعني يا أول لعبة أونلاين بلعبها بحياتي، يعني بدأتها في 2014، عندي الحساب اللي بلشت فيه لحد الآن، وبصراحة صار لي تقريبا، يعني أنا أشوف أنا كل فترة وفترة بدخل اللعبة، آخر مرة دخلت اللعبة تقريبا كانت من 4 أشهر أو 5، بصراحة أنا اليوم كنت ناوي أصور كود موبايل، بس أول ما فتحت الأيباد لقيت لي شعار أمامي تحتاج قريتك إلى قائد، عد أيها الزعيم، يعني روح إيروين سميث، افتح بسرعة افتح كلاش أوف كلانس. شوف يا جماعة عشان أكون صادق معاكم، أول ما دخلت فتحت اللعبة وما كان في صوت للأسف، فحبيت أنا أسمعكم الصوت، لذلك دخلت شغلت الصوت وطلعت وردت دخلت، بس يعني كانت قريتي ممسوحة. خلونا نشوف شو في عندنا موارد اليوم. يعني قبل شوي حتى كبست بالغلط على زر الذهب جمعت الموارد، حاليا في عندي 80,000 كسير، مش عارف يعني بصراحة زمان ما هجنت فيها. أوكي أنا بحكي لكم إنه كل شهر وشهر بفتحها، بس يعني بشوف إذا في عندي موارد وفي أي شيء بده تطوير بطوره. فنجمع الإكسير برضو. يا الموسيقى يا جماعة، الموسيقى يعني والله يعني نوستالجيا، فهمي علي؟ في هاي سلة الموارد، يا ترى قديش عندي؟ أوه 6 مليون. هاي شوفوا، هاي بتنحط صورة في المقطع، إنه فاهمين علي يعني؟ 6,600,000 يعني بصراحة كثار. الموارد فل صارت، نايس. طب هيك عندنا 10 مليون، ب 10 مليون ب 147,000، يعني هذا ببيع خلطات بصراحة بديش ولا إشي. اليوم هنهجم هجمتين، بدي أشوف شو الجيش اللي مجهزه وأهجم فيه. يا أخي زمان عنها، شوف القرية الليلية والله. أوكي منجم الذهب 14 جوهر، نايس. أوه يعني شوف هاي هذا الإشي الوحيد اللي بنبسط عليه لما أشوف كثير شجر، بتعرف إنه في جواهر كثير. شوفوا حتى عندي 2900 جوهرة. شوفوا لا تضحكوا علي، بس أنا يعني فيش لعبة لعبتها إلا شحنت فيها، لذلك يعني غبي. نلقي نظرة على الجيش الجاهز حاليا. أنا مجهز حاليا 22 منطاد، 5 هيلر، 4 ساحر، 2 مفجر جدران أو مدمر صور مش عارف، و2 لافا. أشوف في عندي دعم؟ ها؟ فيش دعم ولا حتى إكسير ولا شيء. أصلا أنا بكلان؟ فيش كلان أساسا. لو عندكم كلان احكوا لي في التعليقات، يعني أخوكم ليفل 157 عنده الملوك، الملك 41، الملك 42، والابن الضال 1، لا شنو 1 17 تقريبا. جيشي تقريبا كله مات حاليا. لو دخلنا على المختبر راح نلاقي انه معظم الاشياء مطولة. الجيش ماكس المفروض، يعني الوضع الطبيعي اني اطلع في التاون لانه معظم الاشياء عندي جاهزة. اللهم انه في عندي 5 ابراج ساحر والامر الكبير والملكه والملك والاربع اقواس وبرجين القنابل و6 ابراج رميات و182 حبه سور بدون تطوير عشان اصير ماكس، بس انه يعني مش هالاشياء المهمه كثير، يعني هي مهمه بس انه شوفوا خلينا نطور اي شغلتين هيك على السريع. برج القنابل بده 8 مليون، طب انا اذا طورته هافلس حرفيا. نشغل المخ شوي، لو طورت برج القنابل هي 8 مليون تمام، حاليا ضل معي 2 مليون حلو، لو جمعنا اللي هنا الو حتى ما صارش معي 4 مليون. شوفوا عندي جدران خلينا نطورهم بكسير، خلينا نطور حبه انزل 2 مليون، وخلينا نهجم بالهجمه بالجيش اللي انا مجهزه حاليا جيش اللافا. تكونوا متاكدين انه يعني عندي خبره سنين بحكي لكم من 2014، فلو شفتوني بهجم باحترافيه ولا كلمه، يعني اخوكم يعني في ناس انولدوا ب 2014 حاليا، يعني مش عارف انا بقول ايه. اوكي من متى صار في خرائط حوالين الماب؟ يعني حلو والله زمان مش فاتح اللعبه. 500، شوف بصراحة أنا طماع، يعني أنا بني آدم طماع، لما أدور على موارد ويكون عندي جيش زي هيك مكلف بحب، يعني بحب أبش على قرية تستاهل. شوف هذا عنده 650,000 إكسير بس ما عندوش ذهب، وأنا حاليا بدي الذهب أهم الإكسير. أوكي شوف أنا راح أختبر قدراتي هنا. أول شيء ما في عنده ملوك، تاون 11 تقريبا ماكس، لا حتى عنده الملك. طيب احنا يا جماعه اول شيء عنده الانفيرنو سينجل، شوفوا الانفيرنو بدنا نحاول نتخلص منه. شوفوا لو نزلنا الملكه او الهيلر هانا اتبعناهم في الملكه، وبصراحه مش هنزل ساحر عشان ينظف، بدي اشوف وين الملكه بتروح وامشي معاها، انه فاهمين علي يعني. اوكي الضرب اشتغل في الملكه، يعني ايه ده الخلطات اللي معي اصلا غلط، معي 2 ريج بس 3 تجميد.
بصراحة مش عارف الملك لو نزلته هنا هيتفشخ بسرعة الضوء. خنعزز لهاي الملكة، هتموت بسرعة. الحقي بنت الحلال، خنساعد في التنظيف. والملكة لو تدخل لو سمحت يعني. لا، جبنا العيد. طيب العيد في أبهى صوره، لو نزلنا الآمر يا ويلي عنده دعم. أنا عايز أعمل إيه؟ طيب شوفوا، أنا هاي لو نزلتها هنا المناطق تتأخر كثير. رح نزل هذا معه. يا ديني على الهب، لا أنا استخدمت قدرة. يا ديني على العيد، أنا بعمل إيه يا جماعة؟ وربي مغفل، أنا بعمل إيه؟ الملكة راحت. يا علينا، يا التخلف، يا الغباء. أنا بعمل إيه يا جماعة؟ والله جبت أم العيد. شوفوا أنا يعني أغبى من يهجم بالمناطيد. آخر مرة حاعيدها. والله شعور بالعار. ولا نجمة. تخيلوا نجيب نجمة يعني بأي شكل من الأشكال، مشان الله نجمة يعني. بليز تتكيو سسكيو سسكيو تتكيو. استسلم. ما طلعناش حق الجيش حتى يا جماعة. والله الدعم يعني. اوكي، في جيش جاهز ثاني. اوكي، تنين كهربائي انا مجهزه من اول، مش عارف من متى، بس يعني شوف الخطط اللي عندي حاليا. شوفوا التنين من هسا، التنين بده رينج حلو. انا معي 4 برق. لو نزلنا هذول راح يصير معي 3 رينج، 4 برق، 1 سرعة. شوفوا انا يعني انا مبذر تمام، ولا اسرعهم لعيونكم شفاء على السريع لعيونكم. بس يعني الملكة 23 ذهب ابلعي الامر 23 كله 23 معلم يعني. افلسنا. بالمناسبة بفرجيكم، في عندي سويت سكنات للملوك، تغيير مظهر. في عندي سكن تبع الهيكل العظمي، في تبع بوبن ويل، في تبع الدب، والسكن العادي يعني. الملكة برضو في لها كمان شوية سكنات، الملكة تبعت الخريف وملكة الجليد بس. وفي كمان 5 سكنات مش عندي لانه بفتحش اللعبة اساسا عشان اشحن. الامر عندي له سكنين، العظمي هذا البدائي وامر الحفلات. طيب شوفوا يا جماعة، انا بعرف هجبة التنانين في كلاش اوف كلانس معروفة، مسح يعني، اذا ما بتمسح بتكون نوب. جغم زنجبيل. ولنبحث عن قرية تستحق المسح. انا شوفوا انا بحبش استقبل اضعف مني، بس يعني مواردك يسطا عندك موارد زي العسل. شوفوا انا اللي بعرفه انه التنانين، انا بعرفش حاجة اصلا، كيف بدي انزلهم؟ شوفوا لو نزلت تنين هانا ونزلت 2 بالون هانا ونزلت تنين هانا و2 بالون هانا ولحقناهم ب6 مثلا. هم بدمروا هذولا. اوكي لحظة، انا بهبد والله. إذا عنده مدفعية نسر. شوف التنين ايش بيعمل، يعني الانفيرنو بح. شوف هسه شو راح يصير هنا بالقوس، في اشياء بتطير، البيت مع الهاي يعني. شفت شوية تعزيز للهاي، يعني هاي هبدة مني، فاهمين علي؟ الملكة كانت راح تموت يعني، كويس ان انتبهنا عليها. اتوقع بيلزمهم مش ريج اساسا يعني حكيت لكم يعني مش بحب اتشاطر على اضعف مني، بس يعني عنده موارد كثير ويعني شعور الانتصار حلو. من الاشياء المهينة اللي بتستخدم ترمي خلطة على قلعة الخصم، يعني هاي من الاشياء الاساسية عشان تكون توكسك. نخلي الريج مهمة يعني، ريج غالية، فاهمين علي؟ طيب احنا في هاي الهجمة خسرنا الملكة والآمر، والملك تقريبا باقي له يعني شوي بموت، بس كسبنا تقريبا 800,000 اكسير مع البونص و 750,000 ماشي تقريبا 750,000 ذهب و 7,000 دارك، يعني بصراحة شيء ممتاز. طب الملوك اللي عندي شو وضعهم؟ هسا في عندي الملك 41، هسا لو طورت الملك ب 110 بده 6 ايام. بصراحة يعني تم التطوير بدون تفكير،
يعني عندك سير زيادة يعني، بديش حد يهجم علي ويأخذهم يعني، أنا تعبان فيهم بصراحة. طيب شوفوا، مش راح أطول هاي الحلقة، راح تكون هاي حلقة تجريبية. لو عجبتكم احكوا لي التعليقات، ولو حابين ننشر أجزاء ثانية من كلاش أوف كلاس لأني حاسس الموضوع شوي ممتع وتغيير يعني، فاهمين علي؟ فاحكوا لي بالتعليقات. شوفوا مش راح أجهز جيش، راح أجهز جيش من اختياركم، تمام؟ اختاروا في التعليقات جيش اجهزه، اي جيش بدكم اياه اختاروه. طبعا مش راح استخدم ملك، حاولوا تكون الهجمات ارضيه، بعرفش هجوم جوي. زي ما شايفين امامكم الجيش عندي سعته 260، الخلطات عددهم 11، والقبيله بتوسع 35، وبقدر اخذ عربي واشياء. انا راح ادور على كلان، شوفوا بالتعليقات اكتبوا لي لو في عندكم كلان، وراح احاول اتواصل مع حدا ادخل في كلان كويس عندهم دعم ماكس. والشغله الثانيه احكوا لي شو حابين نهجم المره الجاي، واعطوني هيك يعني زي ما حكيت لكم 260 جندي و11 خلطة، والدعم خلوني اختياري يعني رجاء، عشان ايش اعرف اوازن. اعطونا هيك جنود يعني تشكيلات محترمة، ولو في حدا بيلعب لحد انا كلاش اوف كلانس يعني تحياتي لك، انت من يعني انت من العظماء، استمر نحن معك، وان شاء الله مش راح تكون اخر حلقة على كلاش اوف كلانس. اشوفكم على خير، سلام.